بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية، وفيه 10 أبواب. الباب الأول في أقسام الأحكام، وهي 5: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. نعم، هو في الحقيقة الأحكام، يعني سبق المؤلف أن عرفها لما تطرق إلى تعريف أصول الفقه، وقال بأن الفقه إما نقول الأحكام الشرعية أو العلم بالأحكام الشرعية كما تقدم لنا، وقلنا بأن الحكم في اللغة يقال للمنع، ومنه قيل للقاضي حاكم لأنه يمنع من الشحنة بين الخصمين. والحكم فيه تعريف للحكم الشرعي، وسبق أن أشرنا هناك على أن الحكم يتعدد بتعدد طرق معرفته، يعني النسبة، بمعنى أنه إذا كانت النسبة نسبة الحكم أو هو ما يسمى بالتصديق عرفت عن طريق الشرع تضيف الحكم للشرع، وإذا عرف عن طريق الحس تضيف الحكم للحس، وهكذا. والحكم الشرعي يعني تعريفه هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد، بعضهم يقول متعلق بأفعال المكلفين، والأصح أن يقال بأفعال العباد من حيث الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، حتى يدخل الحكم الوضعي، لأن الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أقسام الحكم التكليفي، وهو له تقسيم خاص به، مثلا يقول أوصاف الحكم ويعبر بها عن الحكم الوضعي، وسوف يبين ذلك بالأمثلة. إذن الحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، كما تقدم لنا في التصديق كأن تقول هذا حلال وهذا ليس بحرام، زيد قائم عمرو ليس بقائم، هذا حكم. إن عرفته عن طريق الشرع فهو حكم شرعي، وإن عرفته عن طريق الحس فهو حكم حسي، وإن عرفته عن طريق العادة فهو حكم عادي، وهكذا. فكيف عرفت أن الواحد نصف الاثنين؟ كيف يعرف هذا؟ بأي طريق يعرف؟ بالعقل، لأن هذا حكم عقلي. وكيف عرفت أن الإسبرين مثلا مسكن؟ كيف يعرف هذا؟ بالعادة، لأن كل الأحكام الطبية هي حكم راجع للعادة، لأنه لا يحكم بأن هذا العقار ينفع في هذا المرض إلا بعد التتبع والتجربة. بعد التجربة كيف عرفت أن الثلج بارد؟ لأن هذا حكم حسي. كيف عرفت أن الربا حرام؟ إذن هذا حكم شرعي. فهمتم؟ يعني الطريق التي تعرف بها النسبة يضاف إليه الحكم، وتتعدد الأحكام، ولكن في الغالب أن الحكم إما أن يكون شرعيا أو عقليا أو حسيا أو عاديا، وكل ما عداه فهو يرجع إليه، حتى معرفة أن الفاعل مرفوع هذا ما عرف إلا بالتتبع وتتبع كلام العرب، وكذلك كيف عرفت أن يعني الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام؟ هو بتتبع كلام العرب، فلما حصر وجد هكذا. تفضل. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد من حيث الاقتضاء اللي هو الطلب، سواء كان أمرا أو نهيا، من حيث الاقتضاء أو التخيير الذي لم يتوجه إليه أمر ولا نهي، أو الوضع وهو الحكم الوضعي، ما وضعه الشارع علامة على الحكم أو شرطا فيه أو سببا، أو كون العبادة صحيحة أو فاسدة وكونه رخصة أو عزيمة، وهذا سوف يذكره المؤلف رحمه الله ويمثل له. تفضل. فالواجب ما
طلب الشرع فعله طلبا جازما. نعم، الواجب هو الساقط وهو اللازم في اللغة، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، وإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا وجب الميت معناه سقط، ومنه فإذا وجبت جنوبها. نعم، إذن هذا من حيث اللغة. ومن حيث اصطلاح، هو ما عرفه المؤلف، له تعريفات أخرى، وأحسن ما يقال فيه أنه ما أمر الشارع به أمرا جازما، ما أمر الشارع به أمرا جازما، لأن هذا تعريف من حيث ذات الواجب. وقد يعبروا عن الواجب بالوجوب، وله أسماء سوف يذكرها المؤلف. تفضل. والمندوب ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازما. نعم، إذا قلت ما طلب الشارع، أو ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، أو طلبه الشارع طلبا غير جازم، لا فرق بينهما. والمندوب في اللغة هو المدعو، وقيل المدعو لمهم، يعني يقال مندوب إذا دعي لمهم، ولا شك أن المندوب الشرعي هو الدعاء لمهم. نعم، وفي الاصطلاح مثل ما ذكره. أيوة. وأما التعريف بالأثر وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المندوب، وفي الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه لذاته، فهذا التعريف من حيث الأثر، وقالوا بأن العقاب قد يتخلف لأن الله عز وجل كريم، وقد يفعل الإنسان المعصية فإذا تاب لا يترتب عليه. وبعضهم قال ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وأحسن التعريفات وأخصرها هو أن يقال ما أمر الشارع به أمرا جازما في الواجب، وما أمر الشارع به أمرا جازما في المندوب. نعم. والمحرم ما طلب الشرع تركه طلبا جازما. المحرم والحرام، يعني والحرام صفة مشبهة من حرم، ومنه وحرام على قريتنا لكناها أنهم لا يرجعون. أيوة. والحرام في اللغة هو الممنوع، وما دونه مانع يسمى حراما، وفي الاصطلاح ما نهى الشارع عنه نهيا جازما، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما. وكل التعريفات مقدرة في لذاته، ما نهى الشارع عنه نهيا جازما لذاته، ما أمر الشارع به أمرا جازما لذاته، احترازا مما لو قارنه ما يجعله غير واجب في الأمر إذا كان مهلا في الضرورة أو النهي كذلك. فهمتم؟ لذلك كل تعريف لا بد أن يدمر في ذاته أو يذكر. نعم. والمكروه ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. نعم، والمكروه أصلا من الكريهة، ومن سمية المعركة كريهة لأنها تكره على النفس، وكل ما هو يعني غير مرغوب فيه يقال له مكروه في اللغة، حتى إن المكروه تطلق على المحرم. الله عز وجل قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، يعني بعد قوله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إلى آخر الآية. وفي الاصطلاح يعني إذا قيل مكروه، بعض العلماء يقول أكره كذا، يعني معناها كراهة التنزيه، وهي إذا أطلقت الكراهة تنصرف إليه، ويطلق المكروه كما ذكرت لكم على الحرام. نعم، وهذا التقسيم الذي ذكره المؤلف هو خاص بالجمهور، أما تقسيم الأحناف فإنهم يضيفون نوعين يجعلون الحكم التكليفي سبع أقسام، يجعلون الواجب والفرض والحرام والمكروه كراهة التحريم، والمكروه كراهة التنزيه. تفضل. والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه. هذا هو ما لم يتوجه إليه أمر ولا نهي لذاته، أما إذا اقترن به شيء آخر ممكن يكون مطلوب أو منهي عنه. إذن لو أردت أن تعرف هذا تقول بأن يعني الفعل إما أن يؤمر به أمرا جازما، أو يؤمر به أمرا غير جازم، أو ينهى عنه نهيا جازما، أو ينهى عنه نهيا غير جازم، أو لا يؤمر به ولا ينهى عنه. نعم.
وهذه الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب. أيوة، لأنه أثر وقد يتخلف، وهذا تعريف الشيء لذاته يعني من حيث ذاته، أما تعريفه من حيث الأثر أن صاحبه يلحقه الإثم أو يلحقه الثواب فهذا قد يتخلف. نعم، كقولهم للواجب ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب لوجهين: أحدهما أن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما فلا يجوز الحد بهما. نعم، ولأنه أمر أخروي، قد يكون الثواب والعقاب يعني أمرين أخرويين، ونحن نريد التعريف يشمل المعرف في كل وقت وفي كل زمان. فهمتم؟ نعم، لأنه مثلا الأشياء اللي ما فيها حدود ما فيها عقاب في الدنيا، ولذلك بعضهم يقول ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. نعم، أيوه تفضل. والثاني أن العقاب قد يعدم إذا عفى الله. نعم، أيه. والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. صحيح، ومثل ذلك يرد على من قال إن الواجب ما ذم تاركه شرعا، يعني إذا قال شرعا ما يضره، ما ذم تاركه شرعا أنه يذم في الدنيا عند فعله له، ولكن في الآخرة إذا تاب الله عليه كأنه لم يفعله، لأن التوبة تجب ما قبلها. نعم، والمحرم ما ذم فاعله. نعم، لو قال ما ذم فاعله شرعا يكون أحسن، ولذلك من عرف بهذا التعريف قيده بالذم الشرعي احتراز كذلك مما يقوله المعتزلة من التقبيح والتحسين العقليين كما سيأتي المؤلف. نعم، الباب الثاني في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها. نعم، أما الواجب فهو الفرض والمفروض والمكتوب والمحتوم والمستحق. يقال له الفرض والمفروض والمحتوم والحتم واللازم، كل هذه أسماء للواجب عند الجمهور، ولكن عند الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت بطريق القطع، والواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت إما بدليل أحد أو كان مختلفا فيه بدليل مختلف فيه، وهذا عند الأحناف وتبنى عليه ثمرة وأحكام. نعم، وقالت الحنفية الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، مع التعريف، مع التعريف أنه ما أمر الشارع به أمرا جازما وثبت بدليل قطعي، لأنه إذا كان مثلا مباحا ولم يأمر به الشرع وثبت عن طريق قطع ما يقال له واجب. فهمتم؟ نعم، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه، يعني إما دليل بخبر الآحاد مثل وجوب الصلاة، وجوب الفاتحة في الصلاة، عند الأحناف يرون أنها يعني واجبة وليست فرضا، والجمهور يرونها واجبة وفرضا، بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة لمن يستطيع والقادر، وأما عند الأحناف فإنه لو ترك الفاتحة عمدا يعني فعل محرما وصحت صلاته مع النقص. فهمتم؟ مبني على الفرق بين الفرض والواجب. نعم، بدليل مجتهد فيه، يعني هو يعني قوله بدليل مجتهد فيه يعني معناه دليل لا يفيد القطع، إما لكونه مجتهد فيه مثل ما ذكر أو مختلف فيه، وإما لكونه ثبت عن طريق الآحاد أو كان فيه معارض، مثل ما يقول الأحناف رحمهم الله يقولون بأن الله عز وجل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا لا شك أنه قطعي، والذي لا تصح الصلاة بدونه هو عدم قراءة ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أو غيرها،
وأما الفاتحة فهي واجبة، لأن عندهم قاعدة يسمونها الزيادة على النص نسخ، ويقولون ما ثبت عن طريق القطع هو الفرض، وما ثبت بطريق الظن هو يسمى الواجب، حتى لا يتعارض الفرض مع الواجب. لأنه لو جعلنا الفاتحة فرضا وما تيسر من القرآن فرضا لتعارض ذلك، وهم عندهم أن الزيادة على النص نسخ ولا يجوز رفع المتواتر بالآحاد. لما قال فقرأوا ما تيسر منه، كأنه يعني دل على أن كل ما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أم غيرها إذا قرأه المصلي يعني صحت صلاته. وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على أن الصلاة ناقصة، وفعلوا مثل ذلك في قضية اشتراط الطهارة للطواف، قالوا بأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا واضح، والطواف هنا ليس مجملا وإنما هو واضح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام، قالوا هذا ثابت عن طريق الظن، ونحن نجعل الطواف واجبا، ومن تركه فعل محرما ويلزمه دم، لكن يصح الطواف بدون طهارة. فهمتم؟ وهذا بناء على الفرق بين الفرض والواجب. وبعض الأصوليين يقول هذا لا يبنى عليه يعني ثمرة، وهذا خطأ. الثمرة واضحة في بين الأحناف وبين الجمهور رحمه الله الجميع. نعم. وبالمناسبة لا ينبغي التشنيع على الأحناف، لأنه حتى إن بعض الجمهور مثل ابن تيمية رحمه الله يوافق الأحناف في أشياء قد تكون أشد من قول الأحناف. هو أنه يقول الحائض إذا يعني خافت أن تذهب عنها رفقتها تطوف طواف الإفاضة وتذهب وهي حائض، والأحناف لا يقولون بأن الحائض تطوف، يقولون يجوز للشخص أن يطوف بغير طهارة. نعم. وأنه إذا فعل ذلك قصدي يجوز يعني هو يحرم، لكن يصح طوافه ويلزمه دم. فهمتم؟ الأحناف لا يقولون يجوز واحد أن يطوف بدون طهارة، يقولون يصح الطواف بدون طهارة، ويكون الطائف فعل محرما كما لو ترك الفاتحة فعل محرما وصلاته ناقصة ولكنها صحيحة. ويستدلون بالرواية الأخرى يعني صلاته خداش وخداش خداش، قالوا الخداش يعني الناقص. نعم تفضل. وينقسم الفرض قسمين، فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف كالصلاة والصيام. نعم، هذا ما يسمى بتقسيمات الواجب. أن الواجب الذي يعرف إما أن يكون واجب على كل عين وهو فرض العين، ويقال له واجب عين وفرض عين، أو يكون واجب على الجميع إذا تركوه جميعا أثموا جميعا، وإذا فعله بعضهم سقط الطلب عن الباقين. نعم، وهو الواجب الكفائي مثل الجهاد ومثل تجهيز الميت وتولي يعني المناصب العامة زي الولاية الكبرى والقضاء والإمامة، وكل هذه فروض كفاية. نعم. وفرض كفاية وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنازة وطلب العلم والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا. نعم، هو يعني ضابط الواجب العيني والواجب الكفائي، أن الواجب العيني طلب الشرع تحصيله من كل فرد مكلف، والواجب الكفائي طلب الشارع تحصيله بصرف النظر عن من حصله. الواجب العيني لابد أن يحصل هذا الفرض ويؤتى به من كل واحد معين ومن كل مكلف، أما الواجب الكفائي نظر الشارع فيه إلى حصوله بصرف النظر عن من فعله، فإنقاذ الغريق والإمامة المهم واحد يوجد من هو صالح للإمامة بصرف النظر عن أفراد الناس، وكذلك يوجد
من يجهز الميت بصرف النظر عن من هو، وهكذا. نعم. وأما المندوب فهو المتطوع فيه، فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة. يعني أي هذا التقسيم أصل هذا التقسيم عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فالمندوب والسنة والنفل قد يطلقونها على شيء واحد تكون مترادفة، لكن عند الفقهاء عندهم يعني فروق دقيقة بين هذه الأشياء. نعم. أعلاها السنة ودونها المستحب. السنة ضابطها ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، هذا هو السنة. نعم. ودونها المستحب وهو الفضيلة. أي يعني الفضيلة هو ما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب عليه من الأجر. نعم. ودونها النافلة. أيوة. والنافلة هو ما لم يراغب فيه ولم يأمر به. نعم. وقد يقال يعني فعل الأولى وخلاف الأولى والنفل والكراهة، كل هذه يعني خلاف الأولى دون الكراهة والنفل دون الندب. نعم. وقد يقال نافلة في المندوب مطلقة. أيوة. قد يكون النفل والندب مترادفان، وكذلك السنة. عند الأصوليين أن ما أمر الشارع به أمرا غير جاز يقال له ندب، ويقال له نافلة، ويقال له يعني سنة. نعم. والندب قد وإن كانت السنة قد تطلق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع كله، وتطلق السنة ويراد بها كما سيأتي، وهي الدليل الثاني بعد الكتاب، وسوف يأتي تعريفها. نعم. والندب قد يكون على الأعيان وهو الآكد كالوتر والفجر وصلاة العيدين. أي يعني بعضهم يعبر، بعض الفقهاء يعبر عن السنة المؤكدة بالواجب، قد يطلق عليه الواجب، وأما الأحناف فإنهم يرون أن الوتر واجب، يعني يرون أن الوتر واجب، والجمهور يرون أن الوتر ليس بواجب، وأن ليس هناك غير الصلوات الخمس من الواجبات والجمعة. نعم. أو يعني الواجبات الكفائية زي الصلاة على الجنازة. نعم. وقد يكون على الكفاية كالأذان والإقامة وما يفعل بالأموات من المندوبات. أيوة يعني نعم. وكذلك بعضهم يقول بأن رد السلام هل هو واجب كفائي أو سنة كفائية، يعني إذا الله عز وجل يقول وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، هل رد السلام هو واجب كفائي بمعنى أنه لو سلم المار على جماعة هل يكفي أن يرد واحد، وإذا كان يعني يكفي هل هو من حيث الواجب الكفائي أو السنة الكفائية. نعم. وأما الحرام فهو المحرم والممنوع والمحظور والمعصية والسيئة والذنب والإثم والحرج، يعني كل هذا أسماء للحرام والعياذ بالله، الممنوع والإثم والحرام والسيئة والمخالفة، كل هذا يعني السيئة والمعصية. نعم. والحرج والجناح كل هذا بمعنى يعني نعم. تفضل. وهو على درجتين صغائر وكبائر. نعم. وقد يقال فيه مكروه، أي لأن الحرام قد يطلق عليه مكروه كما قال تعالى كل ذلك كان سيئا وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مثل ما تقدم. نعم. وأما المكروه فقد تغلظ كراهيته تغلو أو تغلظ كل ماشي. أيوه.
فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام وقد تخف. أي حسب يعني يعرف ذلك ب يعني الشرع وبالعرف. نعم، وقلنا بأنه مثلا يعني العرف له دخل في هذا، يعني مثلا لأنه الأعراف تختلف فيما ليس بمحرم ولا واجب، هذا يجعل المروءة له علاقة بالعدالة، يعني لأنه العدالة يعني مثلا في بعض الأمكنة أو الأزمنة يكون شيء فعله قادح في المروءة ويضر العدالة، وفي بلد آخر أو زمن آخر لا يكون فيه ذلك، وهذا بشرط أن لا يكون فيه دليل على الوجوب أو دليل على التحريم، لأن ما فيه دليل على الوجوب أو التحريم لا يخضع للعرف أصلا، وإنما يخضع للدليل لما دل عليه الدليل. نعم. وأما المباح زي مثلا تغطية الرأس في بلد دون بلد بالنسبة للرجل، أو الأكل في الطريق أو التبول في الطريق، هذا أصلا مباحات، ولذلك ابن عاصم لما عرف يعني العدل قال: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، يعني يترك المباح الذي هو يقدح. مثلا شخص يدعي آخر عند المحكمة علشان 10 ريال أو 20 ريال أو 20 درهم، هذا شيء حقير لكن هو مباح، هو حقه هو يطلب. لكن المروءات يعني هذا الدين جاء بالمروءة وحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، فكل شيء ينافي ذلك هو يكون مكروه وقد يقدح في المروءة، طبعا حسب العرف. نعم. وأما المباح فهو الحلال والجائز، وقد يعبر عنه بلا جناح ولا حرج ولا إثم ولا بأس. أيوه، وإن كان الشاطبي رحمه الله جعل فيه مرتبة بين المباح ويقول العفو، لأنه فيه المباح وفيه العفو، وهذا اختص به الشاطبي رحمه الله، وهو عنده وقفات وعنده يعني لفتات نظر يعني مفيدة يأتي بها ويستقرئها من الكتاب والسنة، أنه وجد مثلا لا حرج ووجد العفو، والفقهاء يقولون العفو يكون بعد الذنب. نعم، تفضل. الباب الثالث في الواجب الموسع والمخير. يعني قلنا أنه الواجب له تقسيمات، من حيث المكلف وهو إما واجب عيني أو كفاية، ومن حيث ذات الواجب إما أن يكون مخيرا فيه وإما أن يكون معينا، ومن حيث الوقت ينقسم من حيث مضيق ومن حيث موسع، ويقسم بتقسيم آخر إلى مقيد ومطلق. نعم، تفضل. ينقسم الواجب بالنظر إلى الوقت قسمين، مضيق وموسع. نعم، الواجب المضيق والواجب الموسع من حيث الوقت، وهذا يدل كما تقدم على أن صيغة افعل لا تدل على الفور ولا على تراخي لذاتها، يعني نفس الصيغة. وضابط الواجب الموسع هو ما يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، لابد مقيد، ما يسع وقته لفعله وفعل غيره من جنسه كالصلوات الخمس، فإن أوقاتها موسعة لأنها تسع لفعل الصلاة ولفعل النافلة من الصلاة، احترازا من الواجبات التي ليست من جنس كمن صلى وزكى وصام، فهذا لا يضيق عليه الوقت. فهمتم؟ ممكن واحد يكون صائم يصلي ويزكي
ولا يقال إن الوقت ضاق لأنه ليس من جنسه، لكن الواجب المضيق لا يمكن أن يفعل مع الواجب غيره من جنسه، كالصوم التطوع لا يمكن لأحد أن يصوم صوم نذر أو صوم تطوع مع صوم رمضان في شهر رمضان. نعم. وأنكر الأحناف رحمه الله الواجب الموسع وجعلوه من باب الواجب المخير، والخلاف عندئذ يكون خلافا لغويا، بمعنى أنهم يقولون سبب الوجوب هو الوقت الذي يعقبه الأداء، وعند الجمهور سبب الوجوب وجوب يعني الصلاة في الوقت الموسع هو الوقت كله من حين ما يدخل أول الوقت يتوجه الخطاب للمكلف، وله أن يصلي في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، يعني فهمتم؟ والأحناف قالوا لو كان الواجب موسعا للزم المكلف أن يبدأ مهلا من بداية الوقت ويبقى متلبسا بالصلاة حتى ينتهي الوقت، وهذا هو الواجب المضيق وليس واجبا موسعا، فهمتم؟ وإن كان نقيل عن الكرخي أن يعني سبب الوجوب هو آخر الوقت، بدليل أنه لو تركه في أول الوقت أو في وسطه لا يأثم، ولو تركه في آخره يأثم، ولكن هذا غير صحيح. لو تركه في آخر الوقت وفعله في الأول لا يأثم، ولو تركه في آخر الوقت وفعله في وسطه لا يأثم. إذن يعني آخر الوقت ليس هو، لكن من تركه في جميع الوقت حتى خرج وقته يضيق عليه الوقت ليجزمه. إذن أنا أريد أن أبين أن الأحناف رحمهم الله يعرفوا الواجب، يعني قصدي قالوا الواجب الموسع جعلوه مخيرا، والوقت الموسع إذا قسمته إلى حصص وساعات صار منه الواجب المخير، كأنك قلت يعني أول وقت ووسطه وآخره، والمكلف مخير في أن يوقع الصلاة في أول الوقت وفي أو في وسطه أو في آخره، كما أنه مخير في خصال الكفارة أن يطعم أو يكسو أو يعني يعتق رقبة. نعم، في الواجب المخير، لأن الصوم مرتب وليس مخيرا. نعم تفضل. يعني مفهوم هذا مفهوم، لأن بعض الناس يقول لك الأحناف لا يقولون بالواجب الموسع، هم في الحقيقة يتفقون مع الجمهور، لأن كل تخير فيه توسع وكل توسع فيه تخير، أي ولذلك يقولون الواجب سبب الوجوب هو الوقت الذي يعقبه الأداء. ما معنى الوقت الذي يعقبه الأداء؟ معناها أنك أنت إذا اخترت أن تصلي في أول الوقت فأول الوقت هو سبب الوجوب في حقك، مثل لو اخترت الإطعام في الكفارة فالإطعام هو الواجب في حقك، وإن اخترت أن تصلي في وسط الوقت فهذا هو سبب الوجوب في حقك، وإن أخرت الواجب أخرت الصلاة إلى آخر وقت يكون سبب الوجوب هو آخر الوقت، فجعلوه مثل خصال الكفارة تماما. وهذا الكلام صحيح، وتبنى عليه ثمرة واحدة، وهو أن المرأة مثلا إذا دخل عليها الوقت ولم تصلي في أول الوقت حتى حاضت، فعند الجمهور تقضي الصلاة إذا طهرت صلاة ذلك اليوم، وعند الأحناف لا تقضي الصلاة لأنها ما وجبت في ذمتها، لأن يعني عندهم يعني سبب الوجوب الوقت الذي يعقبه الأداء، وهي ما صلت إذا ما استقر في ذمتها أصلا، فهمتم؟ يعني هذا الذي يقع فيه الثمرة الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في الوقت الموسع، هل هو موسع أو مخير فيه. تفضل. والموسع هو أن يكون وقت الفعل يسع أكثر منه، أكثر منه من جنسه كما ذكرت لكم، لابد يعني يقال من جنسه. نعم. وقد يكون محدودا كأوقات الصلوات، يعني يكون محدودا من أوله إلى آخره. وضبط الوقت الموسع ما ذكرت لكم، والوقت المضيق يعني إذا لم يكن الوقت محددا من أوله إلى آخره لا يوصف بتوسعة ولا بتضييق، لا يقال له واجب موسع ولا مضيق، فهمتم؟ إذا لم يكن
الواجب محدد وقته من أوله إلى آخره، لا يوصف بالتوسعة ولا بالتضييق، مثل القضاء مثلا، ومثل أداء الزكاة وأداء الديون، هذا لا يوصف بالتوسعة ولا بالتضييق، لأن التوسعة والتضييق معناه أن الشارع حدد الوقت من بدايته إلى نهايته، سواء كان في المضيق مثل رمضان ومثل الأيام الستة عندما يقول بأنها مضيقة في السنة، الذي يقول بأن صيام الأيام الستة يعني من شوال أنها تبدأ بعد يوم العيد مباشرة يكون مضيقة. نعم، وإذا كانت مضيقة لا يمكن أن يصومها عن القضاء ويصومها عن التطوع، فهمتم؟ نعم. ويتعلق الوجوب بجميع الوقت عند جمهور المالكية، هذا هو يتعلق الوجوب، معناه سبب الوجوب، هل هو الوقت كله عند الجمهور؟ سبب الوجوب الوقت كله، ويستدلون بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يعني دليل على أن الوقت هو سبب الوجوب، الوقت كله سبب الوجوب الصلاة. نعم. وقيل بجزء من الوقت غير معين، وهذا هو كلام الأحناف، هذا هو الذي ذكرته لكم، جزء من الوقت غير معين مثل خصال الكفارة تماما، سوف يأتي معناه، يعني إذا كان متعلق بجزء من الوقت غير معين اللي هو سبب الوجوب، وهو ما يعبر عنه الأحناف بالوقت الذي يعقبه الأداء، من صلى في أول الوقت هذا هو يعني الواجب في حقه، ومن صلى في وسطه فهو الواجب في حقه، ومن صلى في آخره فهو الواجب في حقه، فهمتم؟ أي. وأما قول الكرخي فإن الأحناف يقولون بأنه مرجوح، وكذلك يعني يقولون عنه أنه يقول كلام أنه يقيس الوقت على تعجيل الوقت، وأن من صلى في أول الوقت أنه مثل النفل الذي يسقط الواجب كما عجل الزكاة، ولكن هذا غير صحيح بدليل أن الوقت لو صلى الشخص قبل دخول الوقت صلاته باطلة بإجماع، والزكاة تقبل قبل يعني حولان الحول بإجماع، والسبب في ذلك أن هذا عبادة غير معقولة المعنى، وهذا عبادة معقولة المعنى لسد حاجة الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة معجلة ولم يعجل الوقت في وقت من الأوقات. نعم. وقيل بجزء من الوقت غير معين، هذا هو جزء من الوقت غير معين يساوي الوقت الذي يعقبه الأذى، يعني سبب وجوب الوقت إذا قال جزء غير معين يعادلها مثل ما ذكرت لكم الوقت الذي يعقبه الأذى، معناه إذا اختار المكلف أي حصة من حصص الوقت وأوقع فيها الصلاة كان ذلك هو سبب الوجوب في حقه. نعم. ويعينه المكلف بفعله كما في خصال الكفارة. تفضل. ويعزى إلى الشافعية إنكار الواجب الموسع، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بأول الوقت. هذا القول يعني لا أحد يرضى به، وهو قول باطل، وبعضهم يسميه قول التراجم، يعني كل يعني الأحناف مثلا يضيفونه للشافعية والشافعية يضيفونه للأحناف، والحقيقة أنه لا يقول به أحد، وإذا يعني قيل عن الشافعية فينبغي ذكره لأجل إبطاله كالأقوال يعني الشاذة والأحاديث الضعيفة، لا ينبغي ذكرها إلا لأجل بيان ضعفها وسقوطها. نعم. ويعزى إلى الحنفية إنكاره، لأنهم يقولون إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت. هذا قلت لكم أنه منسوب للكرخي من الأحناف، وبعضهم يقول أنه رجع عنه، والصحيح من كلام الأحناف هو ما ذكر في الأول أنه يتعلق بجزء من الوقت غير معين، وهو ما يقال له الوقت الذي يعقبه الأذى. نعم. وأما الواجب المخير فمثل كفارة اليمين، أيوة، خير فيها بين الإطعام والكسوة والعتق. نعم، الواجب المخير هو تقسيم الواجب من حيث ذات الواجب، من حيث فعل الواجب،
أن الواجب نفسه هو فعل المكلف. وخصال الكفارة ورد فيها يعني أول اللي هي التخيير كما تقدم لنا بالأمس، وكذلك يمثلون له بالأنساك الثلاثة في من أراد الحج، هو مخير بين الإفراد أو التمتع أو القران. وكما أن خصال الكفارة تتفاضل فكذلك الخلاف في تفاضل الأنساك، لكن ما فيها أداة أو، لكنها هي مخير فيها. نعم. والذي يخالف الواجب المخير هم يعني المعتزلة، منسوب للمعتزلة، والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف في المدرك لا في الحكم، يتفقون في الثمرة ويختلفون في المدرك، ولذلك لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يقولون طيب الله عز وجل لا يأمر إلا بالحسن، فكيف يكون الحسن غير معين؟ فهمتم؟ والجمهور يقولون الحسن والقبح يعني يعرف بالعقل، وأما من حيث الشرع فإن كل ما أمر الله به أو نهى عنه أو أذن فيه فهو حسن، كل ما أمر الله به عز وجل أو أذن فيه فهو حسن، وكل ما نهى عنه فهو قبيح. وليس القبح والحسن أوصاف ذاتية يعني للشيء، وأولئك يقولون أنها أوصاف ذاتية، هذا هو السبب. ولذلك هم يقولون الواجب المخير كله غير موجود، وكل خصال الكفارة واجبة لكنها تسقط بفعل البعض كالواجب الكفاية. نعم. ودليلهم في ذلك العقل فقط، وما هو موجود، والجمهور ذكر لهم عدة أدلة، منها أنه قد يكون الشخص مخيرا فيما يحرم الجمع بينه، كالمرأة إذا تقدم لها أكثر من كفر فإنها مخيرة في تختار، ويحرم عليها أن تجمع بين زوجين. وكذلك الإمام الكبرى، فإن المسلمين مخيرون في اختيار أحد من يصلح للإمامة، ويحرم الجمع يعني في هذا. وهذا دليل. ثم إن خصال الكفارة هي واقعة وموجودة، وكذلك الأنساك في الحج، وكذلك إذا ثبت التخيير في الجنس فمن باب أولى أن يثبت التخيير في الأشياء المحصورة. والتخيير في الجنس من التحريم والرقبة، فإن من لزمته يعني العتق هو مخير في جميع الرقاب، يختار منها يعني ما شاء، فمن باب أولى أن يكون التخيير واردا في يعني الأشياء المحصورة مثل خصال الكفارة. والوجوب متعلق بواحد منها غير معين ويعينه بواحد منها غير معين. بواحد منها غير معين ويعينه المكلف بفعله. بعدين ما فيه مانع أن الله عز وجل يترك التعيين، وهذا فيه توسعة على المكلف. نعم. ومن أدلة الجمهور على المعتزلة يقولون لو فعلها جميعا لكان واحد هو يعني المسقط الوجوب والباقي تطوع. نعم. وقالت المعتزلة الثلاثة كلها واجبة، وهو اختلاف في عبارة. هو اختلاف في عبارة، لأنهم يقولون إذا فعل يعني أحدها سقط الطلب بالباقي، إذن نفس الشيء. وإنما الخلاف في المدرك. ما معنى المدرك؟ يعني في الدليل، لأنهم يميلون إلى التحسين والتقبيح، ويقولون يقبح في حق الله، وأن الحسن والقبح وصفان ذاتيان، وهذا غير صحيح، بدليل أن الشارع قد يأمر بالصلاة مثلا في وقت وينهى عنها في وقت. فلا يمكن، لو كانت الصلاة يعني لا تكون حسنة لذاتها، أي لو كانت يعني حسنة لذاتها لما نهي عنها في وقت من الأوقات. إذن هي حسنة لأن الله عز وجل جعلها طاعة وأمرنا بها، وإذا نهانا عنها لا تكون طاعة، تكون معصية. نعم. والواجب المرتب
هو الذي لا تجزي الخصلة الثانية منه مع القدرة على الأولى. هو هذا مثل خصال يعني مثل الصوم مثلا. الله عز وجل قال يعني إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد إذن الصوم مرتب، وكذلك في الصيام كفارة فإنه مرتب. وبعض العلماء يقول إنه مخير في صوم يعني كفارة الظهار، نعم، لكنه مرتب عند الجمهور. نعم، معناه أنه لا ينتقل للخصلة الثانية إلا بعد يعني فقد الأولى أو عدم الاستطاعة عليها. نعم، والذين يظاهرون نسائهم دون لما قالوا فتحوا الرقبة، فمن لم يجد فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. نعم، إذن هذا هو المرتب، معناه لا ينتقل للخصلة الثانية إلا بعد العجز أو فقد الأولى. نعم، كالعتق والصيام والإطعام في كفارة الظهار. نعم، وكالصيام مع الخصال الثلاثة في كفارة اليمين، لأن الصيام هو بعد الثلاث. نعم، ما هو الصيام العتاق قصدي هو الصيام يعني من أوساط ما تصومون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هم الذين يجزون فالصيام 3 أيام. نعم، تفضل. الباب الرابع في شروط التكليف. نعم، وهي العقل والبلوغ وحضور الذهن وعدم الإكراه والإسلام أو بلوغ الدعوة. أي يعني هذه أو يعني شروط بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه. فالمجمع عليه أنه يعني العاقل لا يكلف غير العاقل، لأن التكليف منوط بالعقل، ثم يعني معرفة المكلف به، ثم استطاعة حضور الذهن، هذه أشياء متفق عليها. نعم، وأما كونه الإسلام هذا مختلف فيه، يعني الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا محل خلاف. نعم، فالعقل تحرز من الجمادات والبهائم والمجانين والنائمين. نعم، لأنه ورد رفع القلم عن 3. أما ما له عقل أصلا يعني فهذا لا يتناول شيء، وأما كون بعض العقلاء أصلا يستثنى هذا إذا كان العقل مغطى أو غير سليم مثل المختل أو المجنون أو الذي لم يكمل عقله وهو الصبي إن كان عاقل. ولذلك التكليف يشترط له شرطان، العقل والبلوغ. العقل والبلوغ يعني بدون بلوغ بدون عقل لا يكون في تكليف، والعقل بدون بلوغ ما في تكليف. نعم، والبلوغ تحرز من الصبيان. نعم، وبعض العلماء مثل المالكية يقولون بأن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، وعند في قول الإمام أحمد أن الصبي إذا كان مراهق ويعقل القربة أنه مكلف في أحد قولي الإمام أحمد. والمالكية بنوا على تكليف الصبي بغير الواجب والمحرم اللي هو المندوب أو السنة أو المكروه، بنوا عليه أحكام، قالوا لأن ذلك يكون سببا في يعني الأجر، ويدل عليه حج الصبي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر لما سألته عن الصبي قالت ألي هذا حج. وكذلك بنوا عليه أن الصبي يصح نكاحه ولا يصح طلاقه، لأن النكاح سبب في الإباحة والطلاق سبب في التحريم، وهو ليس مكلفا بالتحريم، وإنما هو مكلف بمعنى مكلف لأن الحكم التكليفي يشمل المندوب والمكروه، معناه أنه يؤجر على المندوب ولا يعاقب، ويؤجر على ترك المكروه ولا يعاقب على فعله. نعم، تفضل.
ولا يعترض على هذا بوجوب الزكاة في مال الصبي وغرمه لما أتلف. أي نعم. فإن وليه هو المخاطب بذلك. وهذا من باب الحكم الوضعي. هو من باب الحكم الوضعي وهو الذي سيأتي به ويعبر عنه بأن هذه الشروط هي أحكام وضعية وكذلك الأسباب، وقد يعبر عنه بأوصاف العبادة، كون هذا باطل أو صحيح أو فاسد، هذه هي أوصاف العبادة، هي أحكام يعني غيره يجعلها أحكام وضعية. والحكم الوضعي لا يشترط فيه التكليف ولا القدرة، فإنه يعني الله عز وجل جعل إتلاف مال الغير سببا في لزومه، فإن كان المتلف صالح للضمان يضمن، وإن كان غير صالح للضمان ينتقل الضمان إلى وليه، حتى إن الدابة مثلا لو أتلفت شيئا في الأوقات التي ينبغي لصاحبها أن يحضنها يعني لزمت يعني هذا، والشخص المرفوع عنه القلم مثلا شخص نائم فوقع على صبي فقتله تلزمه الدية مع أن النائم مرفوع عنه القلم. هذا من باب يقال من باب الحكم الوضعي أو ترتب الأحكام على أسبابها وهو الحكم الوضعي. نعم تفضل. فإن وليه هو المخاطب بذلك، وحضور الذهن تحرك، يعني مثلا يكون مال الصبي تجب فيه الزكاة، فهذا لأن الزكاة حق في المال، ولذلك الأحناف رحمهم الله يقولون مال الصبي لا زكاة فيه لأنه غير مكلف، ولكنه هو حق في المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه حق في المال، وقال في كل 40 شاة شاة. أي نعم تفضل. وحضور الذهن تحرز من الناس، نعم، لأنه رفع القلم عدلات، يعني وقال من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها وأقم الصلاة لذكري. نعم. وحضور الذهن تحرز من الناس، واختلف هل يعد عدم الإكراه شرطا في التكليف أم لا، والأظهر في مذهب مالك أنه شرط. الحقيقة أن الإكراه ينقسم قسمين، إكراه يسمى إلجاء والشخص فيه كالآلة، فهذا ليس مكلفا قطعا، مثل من يرمى من شاهق ويسقط على أحد لا يستطيع أن يمتنع ولا أن يفعل، وضابط الملجأ أنه ليس له خيار في الفعل وعدمه، لا يمكن يفعل بإرادته ولا يمكن يمتنع، ومثل شخص يعني قيد وحمل يعني وأدخل في مكان يعني ما يريد أن يدخله، فهذا ليس مكلفا ويسمى الملجأ. وأما المكره الذي له خيارة فهذا مكلف، وقد يكون الإكراه لمن كان له خيارة قد يدرأ عنه الحد، قد يدرأ عنه الحد، وهذا مثل الشخص قال له اقتل هذا وإلا نقتلك، فالعلماء يقولون ليس له أن يقتل غيره في إبقاء نفسه، وعليه أن يصبر. بعضهم يقول لو قتل تحت الإكراه أنه لا يقتل ولا تكون عليه الدية، لأنه هذا من باب درء الحدود بالشبهات وأنه مكره، وهذا إكراه بين يعني شيئين أو بين أشياء يكون له الخيارة إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا، فهو يعني من جهة مكره ومن جهة بإرادته. نعم، فهذا هو محل الخلاف. أما المكره الذي هو ملجأ فهذا لا خلاف في أن صاحبه ليس مكلفا. نعم تفضل. والأظهر في مذهب مالك أنه شرط، ولا خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان. نعم. واختلف هل مخاطبون بفروع الشريعة في حال كفرهم أم لا. نعم، هذه المسألة يعني الخلاف فيها لا تظهر ثمرته إلا في الآخرة لمن مات وهو كافر والعياذ بالله، لأن في الدنيا لا ثمرة له،
لأن الكافر لو صلى لا تقبل منه صلاة. وإذا أسلم لا يؤمر بالقضاء لأن الإسلام يجب ما قبله، لكن من مات وهو كافر يعاقب على ترك الإيمان وعلى ترك الفروع. ويدل له قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه كلها فروع، وكنا نخوض وكنا نكذب يوم الدين. إذن هو يعذب، وكذلك يعني الله عز وجل قال يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. الشخص الكافر إذا كان يفعل الزنا ويفعل، فإنه يعني يضاعف له العذاب بسبب تلك المعاصي. نعم. إذن يعني الإجماع قائم على أن الكافر في وقت كفره لا تقبل منه صلاة، وصلاته لو فعلها كأن لم يفعل الصلاة. والجمهور يقولون هو مكلف بالفروع ومكلف بما لا تصح الفروع إلا به وهو الإيمان. فتكليفه بالإيمان أو تكليفه بالصلاة وهو كافر مثل تكليفه بالصلاة وهو محدث، فإن عليه أن يتوضأ ثم يصلي، وعليه أن يتلفظ بالشهادة وقبل الفروع، ثم بعد ذلك تصح من الفروع. نعم. طبعا المسألة فيها أربع أقوال. بعضهم يقول الكفار مكلفون بالفروع مطلقا، وبعضهم يقول غير مكلفين بالفروع مطلقا، وبعضهم يقول مكلفون بالنواهي دون الأوامر لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، وبعضهم يقول الكافر المرتد مكلف لأنه فهم. أيوة. والكافر الأصلي غير مكلف. أيوة. هذه يعني أقوال. والصحيح أن الكافر مكلف بالفروع بشرط أن يتقدم عليها الإيمان، وهو مثل تكليف المحدث بالصلاة، فإنه مكلف بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به فهو مكلف بالفروع، وبما لا تصح الفروع دينه وهو الإسلام. ولذلك يقال بأن الإسلام شرط وسبب ومانع، شرط في قبول الأعمال، وسبب يعني في ترتب يعني الإرث، لأنه إذا لم يكن مسلما لا يتوارث مع المسلم مع من يرثه أصلا. نعم. دخل في الإسلام فيرث. أما إذا كان الكافر له أب مسلم وهو والعياذ بالله كافر أو العكس لا يرث. أي. وكذلك هو يعني شرط في قبول يعني الأعمال والأجر. نعم. تفضل. وقال فقال قوم إنهم مكلفون بها إذا بلغتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هم يعني الكفار مكلف إذا بلغتهم الدعوة، ولذلك الذي لم تبلغه الدعوة مثل أصحاب الفترة، وأصحاب الفترة الصحيح فيهم أنهم توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها. فمن كان في علم الله عز وجل أنه لو جاءت في الرسول وصدق يعني اقتحم النار ونجا، ولذلك هذا مستثنى من التكليف يوم القيامة. والذي يقول أن دار القيامة ما فيها تكليف، هي فيها تكليف، يعني يدعوني إلى السجود. أيوة. فلا يستطيعون. وكذلك هذا وارد في أهل الفترة. نعم. ذكر ذلك العلماء، وفيه حديث ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكره الشيخ في دفع هام الاضطراب عن آية الكتاب عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا متصور الآن في من عاش في جزيرة وعاش في مكان، وإن كان الآن سبحان الله يقل مكان ما وصل إليه الإسلام، خاصة عن طريق الإنترنت وعن طريق هذا، فإن الحجة الآن قائمة على أهل الأرض. نعم. وقال قوم لا يكلفون بالفروع حتى يسلموا. أيوة. لأن الله عز وجل يقول نراكم به ومن بلغ، يعني إذا لم يبلغ فكيف يكلف؟ ومن شرط التكليف العلم بالمكلف به وبلوغ الدعوة. نعم.
مع الاتفاق أنها لا تصح منهم ولا تقبل منهم حتى يؤمنوا. نعم حتى يؤمنوا، وإذا يعني آمنوا لا يؤمرون بالقضاء. إذن كيف يعني، إذن ما فائدة يعني يكون واجب وما هو واجب؟ الدنيا لا تأثير لها، لأنه إن آمن لا يؤمر بالقضاء، وإن صلى في حال كفره لا تقبل منه صلاة. نعم. وقال فخر الدين بن الخطيب: ثمرة الخلاف راجعة إلى مضاعفة العذاب في الآخرة. نعم هذا هو الصحيح. نعم نعم. طيب انتهى الدرس. طيب من عنده سؤال في إشكال؟ يعني الدرس اليوم سهل لأنه هذه الأحكام ما فيها صعوبة يعني. نعم. أقول يقسم الواجب من حيث المكلف كونه معين على كل عين أو كفاية بالنسبة إلى المكلف، وبالنسبة إلى ذات الواجب إلى مخير، إلى مخير ومعين، إلى مخير ومعين، وإلى موسع ومضيق، يعني من حيث الوقت. من حيث ذات الواجب إلى معين ومبهم، يعني مخير فيه في خصال معينة، معين مهل الصلاة والزكاة، ومخير مهل خصال الكفارة والإمساك في الحج. ومن حيث الإطلاق والتقييد كذلك، يعني فيه واجب مطلق وواجب مقيد. الواجب يعني المقيد مثل الواجب المعين، والواجب المطلق مثل الطمأنين والقراءة في الصلاة، فهو مطلق يعني على القليل والكثير. نعم. نعم. أي هذا الفرض والركن، هذا يعني قد يكون لفظان مترادفان في الصلاة أو في الحج، والجمهور والأحناف متفقون على أنه يعني مثلا كما سيأتي يعني ما وصلنا إليه في الفاسد والباطل، يتفقون على أن الفاسد في العبادات هو نفس الباطل لا فرق بينهما، وعلى أن الباطل والفاسد في الحج مختلفان. فهمتم؟ وقد يعبر بالركن عن الفرض، يعني مثلا زي أركان الحج هي فروض، وإن كان عند اصطلاح الأحناف يعني ما له علاقة بهذا، وإنما له علاقة بالثبوت مع الأمر، إذا كان مأمور به أمرا جازما وثبت عن طريق القطع يسمونه فرضا. أي قد يعبر عن الركن بالفرض وقد يعبر عنه بالواجب. نعم. يعني زي مثلا تقولوا في الصلاة فروضها كذا وواجباتها كذا وسننها كذا، فهمت؟ وقد يعبر يعني عن السنة المؤكدة بالواجب، فإن المالكية مثلا يرون أن سنة الوتر وسنة الرغيبة أنها يعني يقولون لها واجب بمعنى السنة المؤكدة. نعم. لا أنا ما قلت على فئة من الناس، أنا قلت فرض الكفاية نظر فيه الشارع إلى تحصيله بصرف النظر عن من حصله. كيف؟ أنت تريد تسأل عن الذين ينصبون الإمام أو عن ذات الإمام، أيهم تسأل عنه؟ لا هذا مو ليس هو اللي يعني ما قلنا من يقوم بالفرض، احنا قلنا يعني كونه الحل والعرض، يعني بعضهم يقول جميع المسلمين، ولذلك يعني يعني عمر سأل حتى النساء، يعني في لما يعني سأل النساء يعني في من يرون من يرينا في يعني البيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على النساء. فهمت يا أخي؟
يعني كون أهل الحل وأهل العقد هم الذين يستشيرون في أمره، لكنه يعني لو أخذ أراء هذا ما في شيء يعني. المهم أنا قصدي الإمامة أنها تجب، يعني يقوم تجب على الجميع أن يولوا إماما، فهمت؟ والإمام الإمامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يعينوا إماما أثموا جميعا. أو كان عدة أشخاص يصلحون للإمامة فإن تركوا الإمامة جميعا أثموا، وإن يعني قبلها واحد منهم سقط عليهم عن الباقين. هذا المراد. نعم تفضل. سوف يأتي، سوف يأتي مبحث في القبح والحسن، فهمت يا أخي؟ نعم. يا عند الأحناف أصلا التخصيص عندهم يسمونه نسخا، ولا يقولون بالتخصيص إلا في المخصص المتصل، كالتخصيص بالاستثناء وبالغاية، هذا تخصيص عند الأحناف، والباقي يسمونه نسخا. فهمت يا أخي؟ يصلي الأولى كاملة ويصلي الثانية قصرا، وإذا لزمته صلاة وهو مسافر حتى خرج وقتها وجاء البلد يقضيها وهو مسافر، وإذا كان في السفر ولزمته صلاة في الحضر يقضيها وهي كاملة. طلب العلم إيش خص لك طلب العلم؟ طلب العلم معناه حتى يكون عالما. يعني هل يكفي في طلب العلم أن الواحد يروح يطلب العلم بس؟ مراد نعم ما في مانع إذا كان الواحد تصلح به الإمامة، لأنه إمامة الصبي مختلف فيها هل تصح ولا تصح، فهمت؟ وإذا كان الصبي يعني يعلم أحكام تغسيل الميت وغسله يكفي، يعني يسقط، لأنه المهم أنه يغسل. نعم.